لازم اتكلمنا عن معلش عرفه معلش كويس. لازم عرفه السيد يروح المنتخب على فكره. ما هو احنا لازم نروح لعرفه السيد الاول ونشوف يعني دلوقتي مع احمد المسيري ونقول ان هو لازم يروح المنتخب بالزميل احمد المسيري مع نجم اللقاء عرفه السيد. اتفضل احمد وبلغه ان الكابتن ميدو بيقول ان هو لازم يروح المنتخب. برحب بيك مره ثانيه كابتن سيف وبرحب بضيوفك. كابتن ميدو في البدايه بيقول لك عرفه لازم تروح المنتخب. والله ربنا يكرم ان شاء الله. طبعا انا بجتهد وربنا يعني اللي شايفه هو الاحسن يعني الحمد لله. طبعا بشكر كابتن ميدو وكابتن حازم امام وكابتن سيد معوض طبعا وكابتن سيف زاهر. والله احنا بنجتهد طبعا. احنا فرقتنا فرقه كويسه جدا بس كنا بنحاول مثلا نصدق نفسنا ان احنا فرقه كويسه بس عشان كنا بنمشي ماتش وماتش. ثلاث جوان طبعا توفيق من عند ربنا كبير. الموضوع المنتخب ده انا سايبه الكابتن شوقي غريب وبتمرن وبجتهد وربنا يسهل ان شاء الله. بعد مرور 7 جولات فقط من انطلاق الدوري العام توقعت ان تحتل صداره الهدافين برصيد 9 اهداف؟ لا ما توقعتش بس انا بجتهد وكابتن انور طبعا كان بيشتغل معايا شغل فردي كتير وان انا اقدر يعني اشتغل على الجون كتير قوي قوي عشان طبعا طالع من نادي الزمالك طبعا ما كنتش بلعب فتره طويله. ف يعني الحمد لله قدرت ان انا اجيب 9 تكوين الحمد لله. 3 اهداف 9 اهداف بشكل عام، الهدف اللي استمتعت بيه واللي كان الاغلى في مسيره عرفه السيد مع طلائع الجيش؟ الهدف الاغلى من 9 ولا الهدف؟ من 9. لا هو الجون الثاني في ماتش المصري اللي هو الشوطه يعني ده اكتر جون استمتعت بيه يعني. طلائع الجيش هينافس على اللقب هذا الموسم؟ اتمنى ان شاء الله. كابتن سيف اليك الكلمه الان، وحبيت حد من نجومنا في الاستوديو التحليلي يوجه اي اسئله للكابتن عرفه السيد. يعني اكيد اعتقد كابتن ميلو وصل يعني وجه له كلمه. اكيد كابتن سيد معوض عنده حاجه. اتفضل يا كابتن سيد. كلمة يعني اكيد مستوى كويس جدا لعرفه الفتره الاخيره. يعني زي ما قال الكابتن حازم بيجيب اهداف متنوعه بدماغه وبرجليه. ان هو يركز الفتره الجايه ان هو لو موجود في المنتخب يبقى شيء كويس جدا بالنسبه له، فرصه كويسه جدا ان هو يكون متواجد في مباراتين المنتخب الجايين وبالتوفيق. يعني هو كابتن سيد عايز يقول له لازم الفرصه يمسك فيها ويدوس عليها عشان يروح المنتخب ودي يكون خطوه كويسه ليه. كابتن سيد معوض بيوجه لك سؤال بيقول لك لازم تمسك بالفرصه عشان تروح المنتخب، تعليقك ايه؟ والله طبعا انا لازم امسك بالفرصه كويس جدا، اقدر ان شاء الله ان انا ازود الاهداف كمان وكمان ان شاء الله. سيب موضوع المنتخب ده طبعا قلت الكابتن شوقي غريب، اخترت او ما اخترتش برضه مع كابتن شوقي غريب يعني وكان له كل احترام. ربنا يكرم ان شاء الله ان انا ازود الاهداف. عرفت في حد كلمك من المنتخب خلال الفتره الاخيره خاصه بعد تألقك مع طلائع الجيش؟ لا ما حدش كلمني فجاه. طب نرجع لزمالك، وشايف ان تحررك او عدم وجود ضغوط عليك زي ما كان في الزمالك ده كان سبب في تألق عرفه السيد مع طلائع الجيش؟ والله لا انا يعني كابتن ميدو عارف طبعا ان انا ما اخدتش فرصه كبيره يعني لعبت يعني ما كانش بيصبر ما كانش يعني ان انا اصبر عليا اكتر واكتر في نادي الجيش يعني خدت فرصه او اتنين بكتير. ما قدرتش ان انا اطلع كل اللي عندي. انا كنت حابب حتى لو يعني نادي الزمالك ما استغناش عني انا كنت حابب ان انا برضو امشي في اخر السنه ان انا طبيعتي ان انا بحب اكون في الملعب. كنت بتضايق جدا طبعا لما كنت بخرج بره وما كنتش بلعب بس دي سنه الحياه يعني الحمد لله ان انا قدرت امشي يعني واخد فرصه يعني في نادي الجيش. شغلك عرفه ابو توفيق ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن سيف اليك الكلمه الان. كابتن سيف احمد بشكرك شكرا جزيلا. الزميل احمد المسيري من استاد الفيوم ولقاء عرفه السيد نجم اللقاء.